مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في خامس أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث ينطلق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 23 شوط للفترة الصباحية، بينما سنشهد في تمام الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم إقامة أشواط الرموز الفضية لسن الجداع لهجن أبناء القبائل، متمنين التوفيق والناموس لجميع المشاركين. هكذا مشاهدين الكرام أيها الأعزاء، ينطلق شوط النيسان بترول ستيشن الإكس إي من مسافة 6 كيلومترات، شوط خاص بالإنتاج والشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين، والأربعة أشواط الأولى لفئة الإنتاج والمنتجين وخاصة بالإنتاج. نتمنى التوفيق للجميع، حيث ينطلق هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سمو الأمير الوالد بالدعم السخي والكريم والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، داعم هذه الرياضة العربية الأصيلة الذي في عصره وصلت إلى قمم القمم في من الأصالة ومن الدعم اللامحدود من الجوائز العينية والنقدية، وأيضا بمتابعة إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول فزعة لخليفة بن علي بن حمد العطية، تفزع فزعة على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت جميلة لحمد بن محمد بن نايفة الهاجري، يقدم جميلة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث يصل الشعار البرشلوني، تصل سمحة، تعود ملكيتها لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا اليوم شعار البشاير على ظهر سمحة. الدور دور المركز الرابع، ومن تتقدم بغداد، تصل بغداد لسالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي مع المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، تصل تخدير لحمد بن ناصر بن راشد بن مقارح. هذا هو ندانا الأول مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم، فزعة على المركز الأول، فزعة العطية على الصدارة، هذه فزعة. والنيسان بترول الستيشن يراعي فزعة، ناموس المهرجان سمو الأمير الوالد غير اليوم، غير ناموس تاريخي للفائزين. لمن النيسان بترول؟ لمن الناموس؟ أيضا مادة الزعفران، جميل الرائحة، طيب اللون، ستوشح وستكرم وتدهن به الذلول الفائزة، ويدهن أيضا رأسها وهامتها. الله، مثل ما قال الشاعر، قد هي تشوش الريح الزعفران، باقي نذره من العام في عذنونها. نتمنى التوفيق للجميع. ما زالت فزعة على المركز الأول على صدارة الشوط مع ساعات الصباح الباكر، شوط الغلس، شوط الفجر يا مضمرين قبل أن تشرق الشمس. لمن ناموس هذا الشوط الغالي؟ لمن الناموس؟ الله، يا سلام، هذه فزعة على المركز الأول على صدارة الشوط، تعود ملكيتها لخليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول، جميلة مع المركز الثاني، حمد بن محمد بن نايفة. الدور دور المركز الثالث، سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا سمحة على المركز الثالث. المركز الرابع، بغداد من الجانب الآخر تتسلل سالم بن صقر المريخي، هالروضة راشد يصلون مع المركز الرابع وينتقلون إلى المركز الثالث. العودة إلى فزعة وخليفة
بن حمد العطية، خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم لنا فزعة على المركز الأول، جميلة لحمد بن محمد بن نايفة مع المركز الثاني. بغداد تتسلل، بغداد تنتقل، بغداد إلى المركز الثالث، سالم بن صقر بن سالم آل مريخي. بينما المركز الرابع هنا سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. دور المركز الخامس، أول نداء لمن تصل وحيشة لمحمد بن سعيد بو وضحى المري مع المركز الخامس. يلا يا بو وضحى، نتمنى لك التوفيق ولإخوانك، تصل في هذه اللحظات وحيشة، تنطلق العصاقوس مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ونقترب من لوحة الكيلو وين يا مضمرين. غادرنا لوحة الثلاثة وفي اتجاه أو نقترب من لوحة الثلاثة كيلو مترات يا مضمرين. الله يا سلام، فزعة 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 العطية مع المركز الأول، ولكن بغداد سالم بن صقر المريخي مع المركز الثاني. دور المركز الثالث، جميلة لحمد بن محمد بن نايفة مع المركز الثالث، وهنا تنطلق سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع المركز الرابع بالشعار البرشلوني. يلا يا ابو عنزان ركز، فالتركيز مطلوب. المركز الخامس وحيشة عند بو وضحى، تتقدم وحيشة وتنطلق لمحمد بن سعيد بن محمد بو وضحى المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، تقترب المتحدة لعلي بن راشد بن حمد آل بريس من دائرة النداء، وأرى أيضا هجوم من الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم المكسور. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. أيضا تخدير لحمد بن ناصر بن راشد بن مقارح، قادمة لا محالة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط. ما زالت فزعة تقوم بدور كبير اليوم، تقوم بأيضا متحملة مسؤولية قيادة هذا الشوط، متحملة مسؤولية قيادة الشوط. بن نايفة قادم، بن نايفة واصل، الشعار الأبيض والأسود، الشعار السداوي الخطير مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. ولكن فزعة العطية انطلقت، علي بن حمد العطية، خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم فزعة. الكيلو ونصف الكيلو متر الأخير، فزعة يا فزعة يا فزعة. النساء بترول ستيشن انطلقت فزعة وتحركت جميلة، وتحركت جميلة اللي جميلة في كل شيء، ولكن فزعة جرت الشوط، جرت الشوط فزعة لتفتتح الألف ومئتين متر الأخيرة مع فزعة العطية. خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم فزعة على المركز الأول، 1200 متر. روح يا العطية، روح، روح للنيسان بترول، روح لناموس الإنتاج. بن نايفة قادم، أحد الداعمين للإنتاج مع المركز الثاني. وصلت المتحدة، علي بن راشد بن حمد آل بريس مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه وتتقدم لؤلؤة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، يصل المشاغب مع المركز الرابع. والمركز الخامس أيضا تنطلق في المركز الخامس الشاذلية مسعود بن ناصر المكسور. عودتنا إلى فزعة، عودتنا إلى فزعة، قامت راس وبتنهي الشوط راس 800 متر أخيرة. الله، والعصا في البطان، والعصا قوس، والعصا قوس. يلا يلا يا العطية، يلا يا راعي فزعة، خلها تروح للنيسان. انطلقت فزعة، طارت فزعة، طارت فزعة. سلام يا فزعة سلام، السبوق تشد الانظار والتل معلوق مثل ما تل المعاليق. برق له سنة مثل مرواح الجزيرة مخلات الطروق، لارتفع صوت الجماهير والشوط انحنى. سلام يا فزعة سلام، سلام يا العطية سلام. تلت النيسان بترول ستيشن، تلت سويك النيسان اليوم، تلت الزعفران، تلت الناموس. تستاهل يا راعي فزعة، تستاهل الناموس. أسعد الله صباحك، صباحك ورد، صباحك فزعة، صباحك نواميس. وسلام يا الريان سلام، سلام يا العطية سلام. قامت راس فزعة وتلت النيسان بترول في مهرجان سمو الأمير الوالد، في المهرجان الغالي تنتزع هذا الناموس الغالي. سلام يا فزعة سلام، تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت جميلة، حمد بن محمد بن حمد بن نايفة. المركز الثالث،
المركز الثالث وصلت لؤلؤ أهلي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع المتحدة أهلي علي بن راشد بن حمد آل بريس. المركز الخامس وصلت الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم المكسور. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن فزعة تحقق الناموس وتنتزع سيارة نيسان بترول الستيشن وناموس الإنتاج العطية. وهنيك على امتلاك الإنتاج الطيب اليوم. 9:08 26 جزء من الثانية توقيت مميز يسجل مع فزعة في هذا الصباح. تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الثاني جميلة 9:10 41 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن نايفة الهاجري. المركز الثالث وصلت لؤلؤة أهلي عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. الشوط الأول الرئيسي